بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي يا أخوانا؟ قربوا علينا قليل، جزاكم الله خير. نعم، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، أولا كتاب الجنايات. الجنايات يعني التعدي على إما النفس أو على غير النفس، وذكرنا أن القتل يقسم العلماء القتل إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. العمد ينوي القتل والآلة تقتل ويعرف أن المقتول معصوم للدم والمال. نعم، أما إن لم ينوي القتل ونوى التعدي الجناية والآلة في الغالب أنها لا تقتل، هذا شبه عمد. القضاء عندنا لابد أن ينظروا إلى آلة القتل، فآلة القتل تجدها أحيانا تكون في المحكمة، ينظروا إليها ويقول أن هذه الآلة تقتل، الثاني يوقع وكذا. الأحكام سوف يأتي معنا مثلا في القضاء. الآن إذا كان المسألة القضية فيها حد من الحدود كالقصاص مثلا، كيف يكون إقامة الحد عندنا؟ أولا القاضي ومعه أحيانا بعض القضاة، ثم ترفع القضية إلى رئيس المحكمة، ثم بعد هذا لابد أن ترفع إلى هيئة عندنا تسمى هيئة التمييز، ثم بعد هيئة التمييز إلى مجلس القضاء، يعني رؤساء المحاكم كلها في المملكة، ثم بعد هذا ترفع إلى ولي الأمر. من أجل ماذا؟ ألا يكون هناك تلاعب في الحقوق أو محاباة أو رشوة أو كذا من مثل هذه المسألة. حتى قضية أن فلان كافر أو لا، لابد أن يخرج في هذا صك مصدق من المحكم في قضايا أمور الردة، نسأل الله السلام العافية وكذا، هذه كلها يرجع فيها للقضاء، والقاضي يرجع للقاضي، والقاضي يرجع إلى رئيس المحكمة، ورئيس المحكمة يرجع إلى هيئة القضاء الأعلى، وكذلك التمييز، وبعد هذا ولي الأمر. مسألة ليست يعني بلعب وكذا الذي يصنع بعض الناس، هدانا الله إياكم. إخواننا قلنا لكم لو أقام كل واحد منا الشريعة على نفسه ارتاح الكل، ولا نحتاج لا لمحاكم ولا غيره. ليس معنى هذا أن نريد القضاء. لماذا الآن ندرس؟ لو قال قائل لماذا لا يدرس القضاء فقط هذه المسألة، نقول لا، نريد أن الواحد منا يعرف الذي له والذي عليه. وقتل خطأ، أراد الصيد وإذا به يقتل معصوم. القتل ويتعلق به حقوق ثلاثة: حق لله، وحق للمقتول، وحق للأولياء. وقلنا حق الأولياء حق أقرباء الميت، إما أن يطلب القصاص في قتل العمد، أو الدية 100 من الإبل، أو العفو بالمجان فمن عفي له،
يتعدى هذا إلى أن يموت. طيب، دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا فيما دون الثلث فهما سواء. ثم ذكر كتاب الحدود، ذكرنا حد الزنا بشبهة. يجب على السلطان أن يرسل إليهم من يناقشهم، إن رجعوا تركهم وإلا استعان بالله على قتالهم، ويجب أن يعان. لكن في قتال هؤلاء أنه لا يجهز على جريح، إذا جرح واحد منهم لا يقتل ولا يتبع من فر منهم ولا تسبع ذراريهم ولا تؤخذ أموالهم. ثم انتقل المؤلف وقال: نحن الآن في أي كتاب؟ حدود. قال: باب حكم المرتد. لماذا؟ لماذا يقول باب حكم المرتد؟ لماذا لم يقل باب حد المرتد؟ أعطنا الكتاب وخلي عندك. نعم، لماذا لم يقل باب حد المرتد؟ نعم، لأن السارق الآن إذا سرق ورفع أمره للسلطان وأمر السلطان أن تقطع يده وقال تبت إلى الله لا أعود إلى هذا أبد الدهر، يقام عليه الحد؟ نعم، هذا معناه إذن حد لا بد أن يتوب أصلا، وإقامة الحد عليه في تكفير لهذا الذنب. يعني الآن في قصة الإفك الذين تكلموا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من تكلم، وإقامة الحد على هؤلاء في تكفير لهم. نعم، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد عمن تكلم من المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأنه لو أقام عليه الحد عليهم الحد معنى هذا أنهم طهروا من الذنب، وذنبهم لا يطهر أصلا. صحيح، قدر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يكونوا رؤوس للمنافقين ونفاق اعتقادي كفر أكبر. نعم، المرتد الآن إذا تاب ورجع بشروط التوبة سنذكرها الآن، ثلاثة شروط للمرتد نسأل الله السلامة والعافية: أن يصدق في توبته، يعني يظهر عليه أثر الندم، تجده يحافظ على الصلوات، قراءة القرآن، يحج، يعتمر. الثاني أن يثني على الله. الثالث أن يتبرأ مما قال، يقول أبرأ إلى الله من هذا وهذا وهذا الذي، لأن دخول الآن المرتد في الإسلام يكون بالشهادتين مع البراءة مما قال. يعني مثال: سب الرب، سب الرب كفر أكبر مخرج من الملة، فهذا مرتد ولا شك في ردته أصلا،
إذا كان لا يعرف هذا ماذا يعرف من الدين؟ فماذا يصنع الآن إذا أراد الرجوع للإسلام وقال تبت؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله، ويقول هذا السب غيره، هذا هو الكفر الأكبر وأنا أبرأ إلى الله من هذا. نعم. طيب، المرتد هو من خرج من دين الإسلام إلى الكفر. وأخذنا في نواقض الإسلام أن النواقض تجتمع في أربعة نواقض: قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. قول سب الرب، نسأل الله السلامة والعافية. فعل يفعل السحر، هذا فعل. أو اعتقاد، إذا اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقد، كفر كفر أكبر. أو شك، شك في ماذا؟ شك في كفر اليهود والنصارى، شك في أن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت والمدبر، كافر كفر أكبر. إذن هذه خلاصة النواقض، وبهذا يكون نسأل الله السلامة والعافية مرتد. ولهذا ندرس التوحيد وندرس نواقض الإسلام حتى لا نقع في النواقض. فمن، نسأل الله السلامة والعافية، ارتد يرجع فيه إلى السلطان، فالسلطان يستتيب هذا بحسب ما يرى، فإن رجع فلا شيء عليه، وإن أصر وبقي نسأل الله السلامة والعافية فهو مرتد يقتل من السلطان. ذكرنا أن الحدود لا تقام إلا من السلطان. ثم بعد هذا ختم المؤلف بهذا الكتاب، وهذا آخر كتاب في هذا الكتاب المبارك، كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. القضاء بين الناس فرض كفاية، القاضي، القضاة ثلاثة، منهم قاضي عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وهذا فيه أجر وفضل لمن تولى القضاء لكن عرف الحق وقضى به. ولا بد للناس من قضاء أصلا، لأن عمل الناس لا بد أن يكون فيه شيء من القصور، والشيطان أقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، استثنى إلا عبادك منهم المخلصين، ثم لآتينهم من بين أيديهم، من أمام الإنسان ومن خلفهم، يأتيك من خلفه، وعن أيمانهم، عن اليمين وعن شمائلهم، أغلق كل الطرق عليك، صح أو خطأ؟ لا، خطأ والله، بقي طريق واحد لا يستطيع أن يغلق عليك هذا الطريق، يا أخي التجئ إلى الله والحمد لله. فالقضاء لا بد منه. طيب، السلطان والإمام لا بد أن يعين من يتولى القضاء كما كان هذا في عصر السلف. طيب، التقديم والتأخير في القضاء هذا يرجع إلى فقه القاضي وتمسكه بالحق وبعده عن الباطل والفطنة. لا بد أن يكون القاضي يعرف، يعني كيف ماذا؟ يعرف الكاذب من الصادق، كما في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. فكان لديه حكمة. نعم. طيب، الحكمة
قال ففهمناها سليمان ثم قال وكلا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما حتى لا يظن ظان أن داود عليه الصلاة والسلام قصر في الحكم لا ولا يمكن أن تتكلم في حق نبي من الأنبياء بكلمة واحدة مفهوم؟ نعم قال وكلا آتينا طيب إذا وجد يقول من هو أهل للقضاء ويعلم أنه هو الكفر فماذا يصنع؟ يتقدم للقضاء كما تقدم الصديق رضي الله عنه ولم يكلم أحد ولم يبالي بأحد في دين الله نعم ذكرنا فيما تقدم أن في القذف نسأل الله السلامة والعافية بالزنا لابد من شهود أربعة الشهود كم عدد الشهود الشهود في لابد اشترط لهم عدد معين يقول في هناك من الشهادات ما يقبل فيه شهادة عدل واحد وهو من يعرف شهادة عدل واحد دخول الشهر طيب دخول شهر رمضان يثبت بعدل واحد الحمد لله ما لا بد فيه من شهادة عدلين هذا في أغلب الشهادات وهناك ما يقبل فيه شهادة مرأة واحدة مرأة وواحدة أين؟ في الرضاع وفي الولادة القابلة تقول فلان ابن فلان نعم طيب أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي يقول تخاصم رجلان في عين في جهاز هاتف محمول دخل الأول وبيده الجهاز والثاني ليس بيده شيء الآن القرينة أن الجهاز لمن؟ للذي يحمل الجهاز نعم قال فهي له بماذا؟ بيمينه أو تخاصم اثنان في ماذا؟ رجل يعمل في الحدادة في الحديد ورجل يعمل في الأخشاب تخاصموا في آلة ننظر الآلة هذه تصلح لمن؟ آلة إذا انقطعت الكهرباء والإمام في الصلاة ماذا نصنع؟ الإمام الآن يصلي وهناك أناس في الطابق العلوي أو أناس في الطابق السفلي فماذا نصنع؟ نكمل ولا إشكال إما أن يتقدم أحد ويصلي بهم هؤلاء اللي في الطابق السفلي أو يصلي كل واحد على حد تقدم واحد منهم وصلى بهم بعد قليل رجع الصوت فماذا يصنع؟ يرجع ويكمل الناس مع الإمام طيب قلنا حداد ونجار
تخاصموا في آلة، هذه الآلة لا تصلح إلا للنجار، فالقرينة لمن؟ أن تكون للنجار لا للحداد. نعم، هذا الذي أذكر. تحمل الشهادة حقوق الآدميين فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، أو ينظر فيها إلى الفعل ولا ينظر فيها للفاعل. تحمل الشهادة يشترط في الشاهد أن يكون، يقول، عدلا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ظاهرا يظهر عليه علامات العدالة من اللحية والثوب دون الكعبين والمحافظة على الصلوات المفروضة وغير هذا. وقلنا لكم أن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر وهو يقدر عليه فهم رؤسه لا تقبل له شهادة. العدل قال: من رضيه الناس ترضاه. نعم، رضيه الناس. وتعرف عندنا أناس ما يمكن لا يزوج ولا يقدم في الصلاة ولا غيره، لا يجوز، يحرم عليه أن يشهد إلا على شيء موقن به 100%. قال: ترى الشمس؟ ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد. يعني شيء واضح بين، ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. هذه الشهادة أخوان ستكتب شهادتهم ويسألون. الشهادة تكون بماذا؟ برؤية. رأيت فلان؟ قال: نعم رأيت فلان. في الغالب اليوم يتكلم بكلام، يقول: فلان قال وقال وقال. أين؟ قال: والله ما أدري. متى؟ يقول: ما أدري. حدثني الثقة. من الثقة؟ سمعت. طيب، شريط لهذا أو شيء من هذا؟ يقول: لا. هل هذا هو المتكلم فيه؟ يقول: لا. ويظهر أنه هو هذا أصلا، هو لا يعرف أصلا. إذن الشهادة تكون على أمر موقن أنت منه 100%. بماذا؟ بالرؤية. أن ترى فلان قال: والله صلى العصر الشيخ عبد اللطيف. صحيح؟ كيف؟ رأيت فلان؟ قال: نعم رأيت بعيني أو بسمع. هذا في الصف الأخير الشيخ محمد قال: سمعت صوت الشيخ عبد اللطيف يصلي صلاة العصر. هذا بسمع أو استفاضة. إيش معنى استفاضة؟ يعني ينتشر الخبر. تقول: والله مات الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يتغمد برحمته. هذا إيش؟ استفاضة. مفهوم؟ أي نعم، استفيض عند الناس. وغير هذا الله أعلم أنه شهادة زور، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، من شهادة زور. كذلك أحيانا ترد شهادة بعض الناس كما ذكرنا في العدالة، وكما في شهادة الوالدين للولد أو الولد لأحد الوالدين أو أحد الزوجين للآخر، وكذلك العدو على عدوه، لأنه في الغالب أن بينهما شيء. نعم. ثم ذكر باب القسمة. الآن القاضي يقسم أحيانا أشياء، يقول أن القسمة
إما أن تكون قسمة إجبار، يعني يجبر عليها شاء أم أبى، والثانية قسمة تراضي. طيب، قسمة الإجبار هذا فيما لا ضرر عليه، فيه تخاصموا في كيس سكر، الكيس هذا به 20 طن، مفهوم؟ وهذا قال أنا شريك 50%، والثاني قال أنا شريك 50%، وهذا يقول أنا أخذ كل السكر أو كذا أو كذا. هنا قسمة إجبار، يعطي هذا النصف وهذا النصف، لأنه لا ضرر على أحدهما مع الآخر، ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. مثليات أشياء متماثلة، لا فرق بين هذا السكر الأول أو الثاني إذا كانوا نوع واحد. الثاني، هذا القسمة الأولى قسمة إجبار، يعني يجبر القاضي الخصوم على قبول هذه القسمة. الثاني لابد من تراضي كل الأطراف، وهذا فيه يعني قد يكون هذا فيه ضرر على البعض. مثال الآن، أنت تعرف أحيانا يموت إنسان ويترك قطيع من الغنم 40 شاة، وترك 4 أولاد، 4 ذكور أبناء، لكل واحد 10 شاة، لكن تعرف أنه لابد أنه لا تتساوى 100%، صحيح؟ فيقول نحن نقسم قدر المستطاع وتتراضوا فيما بينكم، ولكل واحد 10 من الغنم، يصح؟ هذه قسمة تراضي، لأنه لا بد أن يكون عند البعض زيادة وعند البعض الآخر شيء من النقص. لكن إذا لم يتفقوا في قسمة التراضي، طبعا في قسمة الإجبار لا بد من القبول. إذا لم يتفقوا ماذا يصنع القاضي؟ يبيع الغنم ويدفع لهم أموال، وهنا قسمة إجبار الآن. نعم. طيب، ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى بباب الإقرار، وناسب أن يختم هذا الكتاب بهذا الباب حتى يتفاءل به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال الحسن، من كان آخر كلام لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. الإقرار هو الاعتراف، الاعتراف بما لا بحق عليه، ويصح الإقرار بكل لفظ دل عليه. يعني الآن في شهادة أن لا إله إلا الله تقول أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي، هذا أعظم إقرار، تقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. وكما تثبت لله سبحانه وتعالى أنواع التوحيد الثلاثة، تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ليس له شيء من خصائص الربوبية، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم. وبهذا الله أعلم ختم المؤلف رحمه الله تعالى، وختم هنا بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا يعني نصنع الآن في نهاية هذا الكتاب؟ نريد أخواننا بارك الله فيكم أننا بحاجة إلى الفقه في الدين، وأعظم فقه في الدين هو التوحيد، فنتدرج في دراسة الكتب، تأتي وتراجع هذا الكتاب ما أخذنا، ترجع إلى الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله،
تستمع إلى الأشرطة التي فيها شروحات الشيخ رحمه الله، تبدأ وتمشي على هذا، تكرر 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 حتى تضبط المسائل بإذن الله تعالى. وهذا والله أعلم أنه سهل يسير، يعني لا إشكال ولا تعقيد فيه. تبحث عمن يعينك على هذا، يعينك على العلم. هناك أناس والله ما أرادوا أن نتعلم ولا نعلم ولا نعمل أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن وعلمه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تحسن الظن في الله وتقول والله أن الله سبحانه وتعالى من نعمه التي لا تعد ولا تحصى اختارني أن أكون طالب علم وعلى طريقة السلف، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم منهم، وتسير على هذه الطريقة، تحفظ تراجع تضبط، تأتي مع إخوانك وتتذاكر، أوقات كثيرة تضيع. حدد وقت دائما للعلم، لو في اليوم ساعة واحدة يا أخي، ساعة اجعلها لله، بعد الفجر، بعد المغرب، بعد العشاء مثلا، وقت للحفظ ووقت للدرس. ليس هناك علماء يقول عندنا، عندك ما شاء الله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، الأشرطة الوسائل اليوم موجودة كثيرة الحمد لله، الفتوى لا تقرب منها أبدا ولا تتكلم بكلمة، تتعلم تستعين بالله على العمل، تدعو إلى الله في الشيء الذي أنت موقن منه 100%، تشك 1% تسكت ولا تتكلم، تفتي لا تفتي. لو دخل الآن داخل إلينا وقال أين القبلة، هذا يقول لهم الله أعلم أنا لا أفتي. سبحان الله، هذا الواقع والله اليوم. طيب، وتجد هذا يكفر ويفسق ويبدع، طيب هذه ليست فتوى؟ قال لا، هذه أكثر من الفتوى. هي طبعا. إذن إخواننا، الناس الآن بحاجة إلى دعوة، دعوة الناس للتوحيد. هل تشك في التوحيد؟ ما يمكن. إذا علموا الناس التوحيد إخواننا. أما المسائل الطلاق وهذه المسائل نرجع فيها إلى كبار العلماء، والحمد لله رب العالمين. فلا بد أن تكون حياتك لله. الشيخ بن باز رحمه الله يقول الحياة في سبيل الله، الحياة في سبيل الله أن تبقى حياتك كاملة 60 أو 70 أو 80 سنة لله أصعب وأشق من الموت في سبيل الله. قد تدخل مثلا في الجهاد 5 دقائق والحمد لله، ماك تبقى في هذه الحياة حافظ على الصلوات المفروض، الصيام، الزكاة، وحج، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، الإحسان إلى الخلق، حسن العشرة الزوجين، تربية الأولاد، وهذا صعب. تستعين بالله سبحانه وتعالى، تكثر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يا أخي كثر من الاستغفار يفتح الله عليك. كل واحد منا يعلم أن الهجرة واجبة ولا بد أن نهاجر، هذا الكل يعلم هذا، البعض يعني يناقش قليل وكذا، لكن هو في قرارة نفسه يعرف هذا، أن الهجرة واجبة على الكل، ومضرة الإقامة بين ظهراني الكفار.
تهاجر اليوم؟ قال لا. غدا؟ لا. طيب من الآن اعتبر بقاءك في الدعوة إلى الله، ويصح البقاء للدعوة إلى الله بشرط أن تكون داعيا إلى الله والحمد لله. أما أن تقول والله أنا باقي في بلاد الكفر وداعية وأنت لا تعمل شيء، لا تتعلم ولا تعمل ولا تدعو ولا تصبر، إذن بقاك هنا فيه إثم. فمن اليوم نريد أخواننا أن نتغير. سبب إقامة هذه الدورات، ما تستطيع أنك في دورة كاملة تخرج عالم أو طالب علم، ما يمكن. هذه مفاتيح نريد أن تسير عليها وتعلم أن هذه الحياة، أنت هنا في هذه الحياة خلقت حتى تكون عابد. إذا اشتغلت في هذه الحياة بعبادة الله سعدت، فتعمل قدر المستطاع. أوقات الحمد لله عندنا يا إخواننا قد تكون داعية إلى الله بفعلك، وأنت تعرف هذا أكثر مني. الإشكال أن البعض في كل يوم يزداد، والبعض الآخر في كل يوم ينزل ينزل ينزل، حتى نسأل الله السلام العافية الهاوي. فلابد أن تتغير، تغير، تدعو، تصبر، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. إخواننا انشر التوحيد بالله. هل يعرض الدين الإسلامي على عاقل ويرده؟ والله ما يرد عاقل إلا متكبر معاند، نعم، كما حصل من فرعون. نستطيع أن ندعو إلى الله بوسائل كثيرة، رسائل الجوال، رسائل الإنترنت، بعض المطويات الآن ما شاء الله بكثرة. راسل من كانوا معك في الدراسة، من يعني هم بقربك من المنازل وكذا، في محطات القطار تتعرف أنه الغالب أن هؤلاء عندما يركب القطار أو الطائرة وكذا يريد أن يقرأ أي شيء. تعاون أخواننا مع أخوانكم في أبواب الخير قدر المستطاع. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة أفضل الأمم. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى يعني نصيحة لأخواتنا، وهو ما ذكرنا من قبل، أن أعداء الإسلام أرادوا إفساد المرأة ولبسوا عليها بالحضارة والتقدم وما إلى ذلك، ونزع الحجاب، ترك الصلوات، وفعل المنكرات، واجتناب المأمورات. فإياك السماع لهؤلاء. من ينادي بالحرية في هذه الأيام هو في الحقيقة ينادي إلى عبودية الشيطان الذي يقول لك أنا حر أفعل ما أريد وما أشاء. هذا في الحقيقة عابد للشيطان. خلقت حتى تكون عابد لله، إذا فررت من هذه العبودية وقعت في عبودية الشيطان. فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. من قال لك أنك تفعل ما تشاء وكذا؟ خلقت حتى تكون عابد. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كل واحد منا لابد أن يسأل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سائلك الله يوم القيامة عن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هل أدى الأمانة؟ نعم.
نصح الأمة، نعم. بلغ، نعم. جاهد في الله حق جهاده، لا بد أن تقول نعم. سائلك الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ لا بد أن تجيب عن هذا السؤال. ابن القيم رحمه الله يذكر أن العبد إذا يسر الله سبحانه وتعالى له أبواب الطاعة ولم يغتنمها، حال الله سبحانه وتعالى بينه وبين الطاعة، وما استطاع أن يغتنمها حياته كاملة. إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة، طلب العلم، الكتب، اتصال الأشرطة، المساجد، الدورات، الاتصال بالعلماء، إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة ولم تغتنمها، قال حال الله سبحانه وتعالى بينك وبين الطاعة، وما تستطيع أن تغتنمها حياتك كاملة، لا تستطيع. ما الدليل؟ يقول كثير أدلة كثيرة في القرآن، منها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن؟ للمؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن؟ لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تستجيب مباشرة، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم جاء التحذير، قال واعلموا، انتبه، أن الله يحول بين المرء وقلبه. احذر، تنفتح لك باب الطاعة، اغتنمها مباشرة، إذا لم تغتنمها حال الله بينك وبينها، وما تستطيع أن تغتنم حياتك كاملة. ومثل بأمثل ابن القيم، الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وغفر لهم، تيسر لهؤلاء أسباب الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر 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 حتى ما استطاع الخروج. كذلك وقد كانوا يدعون إلى السجود، كانوا يدعون إلى السجود ولم يسجدوا، هل يستطيع أن يسجد؟ ما يستطيع. فأخواننا، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومنها الآن هذا الذي تراه من أن التعلم سهل يسير جدا، وسائل سبحان الله عجيبة جدا. فاغتنم يا أخي هذه الوسائل، علم الناس، واترك هذه الأمور التي تلهيك عن ذكر الله، واتساب، والمهم فقهاء ما شاء الله في هذه المسائل. إخوانا، لا تدخل إلى القنوات إلى كذا إلا عند الضرورة. واعكف يا أخي على كتاب الله، قراءة وتدبر وعمل، ثم انتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حب الكتاب، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنة دندنة. نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إخلاص، واحذر ولا تعد عيناك عنهم، انتبه لا تلتفت. تريد زينة الحياة الدنيا، بورش، فتن، متاع الدنيا، زائل. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع. أنت تسمع أنه بعض الناس تعال أقبل، عندنا كذا وعندنا كذا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا مجالس علم ولا قرآن ولا سنة ولا وعظ
ولا علماء ولا غيره، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه كما كان في الفرق الضالة، نسأل الله السلامة والعافية. ظهر بعض من اعتزل مجالس أهل السنة، كانوا من معتزلة، واصل ابن عطاء، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وماذا النتيجة؟ واتبع هواه كان أمره فرطا، ما استفاد شيء من هذه الدنيا. ومتى يعرف؟ إذا جاء الموت. إذا جاء الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سبحان الله، تيسرت لك أسباب الطاعة، الآن تنتظر حتى تموت؟ ثم هذا الذي كان عليه من الجاهلية. يقعد بكل صراط يصدون الناس عن الدين، عن السنة، عما كان عليه السلف. نعم، فأخواننا، يعني هذه الأمة تحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فلا بد أن نكون رجال. يوم من الأيام، يوم من الأيام تكونوا أنتم من يشار إليهم بالبناء. من يعلم أولادي؟ من؟ أنتم. الآن مثلا انظر الأجيال، ابن تيمية علم ابن القيم، ابن القيم علم كذا، محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع علم الشيخ ابن باز، ابن باز علم الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. هاك سلف يسيروا على هذه الطريقة يتعلموا. أما لو تنظر في العصر الحاضر، ترك للعلم، إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، ترك للعلم، ترك لكذا. البعض يقول أول مرة في حياتي أسمع باب اللقظة وباب كذا. قال اسمع، لم أسمع شيء إلا فقه الصلاة فقط، هذا الذي سمعته، وحتى فقه الصلاة سمعت شيء من كذا. يا أخي أنت مسلم، لابد أن تعرف هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا تعرف شيء عن الدين؟ مر معنا في نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل. وأنت تعلم أن الكفار أرادوا أن نصل إلى هذا المقام، تكون مسلم لا تعرف عن الإسلام شيء إلا أن يقول أنه ميم سين لام ميم، حتى لا أعرف ما هو الإسلام. تسأل من نبي هذه الأمة لا يدري، فبالك لو تسأل عن الصلاة أو عن الصيام أو الحج، لكن تسأل عن كأس العالم، عن كذا عن كذا عن كذا، يعرف. فأرادوا أن نصل إلى هذا. طيب لماذا أخواننا ما نرجع إلى الله ونقول يا رب تبنا إليك، يا رب يسر لنا، اللهم اهدني وسددني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.